تعطينا اقتراح ديال المخنفر بالخميره البلديه؟ ايه ان شاء الله. المخنفر بالخميره البلديه عندنا في المقادير جوج كيسان تاع السميده ديال القمح، كاس ديال فرينة البلدية مغربلة، شوية ديال المليحة، معلقة كبيرة ديال العسل، عنا بيضة، كاس ديال الخميرة البلدية. أنا الخميرة ديالي تتكون شوية زعما عاقدة، ماشي خفيفة جارية. أنا تندير كاس خميرة بلدية تكون عاقدة شي شوية. وعنا ربعة ديال الكيسان ديال المدافي، ربعة الكيسان ديال المدافي. كنديرو كلشي في الخلاط الكهربائي، كنطحنوه وكنخليوه ساعتين يخمر. دابا حيت الحال شويه برد، ما فاش يكون الحال دافي راه كنخليوه قل. من الافضل تكون هذيك المقله اللي ما كتلصقش منه اي جيده، كنديروه وكنرشو شويه ديال الزيت وكنبداو نطيبو. ملي كيتحمر من التحت كنعاودو نقلبوها من الجهه الاخرى باش تاخذ ديك اللون الذهبي من الفوق ومن التحت كيف كيف. اييه نعم، اذا كنطيبوه على جوج ديال الجهات. يمكننا نسموه باي بالقشور ديال الحامض ولا نخليوه بالمذاق ديال العسل، المهم التنسيم كيبقى كل واحد والرغبه ديالو. اييه واخا. هذا بالنسبه للمخنفر ديال الخميره البلديه. الا سمحتي يا كنزه بسرعه نعاودوا غير المقادير، لان الطريقه راه ساهله، ما درنا حتى شي حاجه، دوزنا كل شيء في الخلاط الكهربائي وخلينا حتى يخمر. نعاودوا فقط غير المقادير باش هكذا المستمعات اللي فاتها شي حاجه تعاود تداركها معنا. ناخذوا عندنا جوج كيسان تاع السميده ديال القمح اللي خلاص كنطحنوها في المطحنه، ناخذوا القمح الكامل وتنديوه للمطحنه وكنقولوا له يصاوب لنا السميده وكيخرجها لنا السميده. عندنا كاس ديال فرينه البلديه مغربله في الغربال الرقيق كاع. عندنا شويه ديال المليحه، معلقه كبيره ديال العسل، وعندنا بيضه، وعندنا كاس ديال الخميره البلديه. قلنا راه تكون شويه عاقده، ما تكونش خفيفه. ما تكونش خفيفه. وعندنا ربعه ديال الكيسان ديال المدافي. صافي، مشكوره. هادو هما المقادير، وراه كنتي عطيتينا الطريقه بالنسبه للمخنفر اللي نقدروا نديرو مثلا في الصباح في الذكرى ديال المولد النبوي الشريف. ديك الساعه نرافقوه اما بزبده وعسيله ولا شويه داملو ولا زويته بلديه، وكل واحد والرغبه ديالو.